ايمت نزل البرميل؟ قبل الاداء. شلون اصابتك؟ وين تصوبت؟ قبل بالجامع. وين تصوبت؟ وين تصوبت؟ جامع حاج. يكون متخفين برد الحمام. خلي خلي سوني. يكون برد الحمام يا شباب. وين الحمام جارك؟ هون تحت الممر. يكون برد الحمام. هاي هاي هو. ايه. شوي. هلا تحت في برد. لك يا أخي ايه يكون حمام. هلا هذا الغزال انت دايسه عليه دايس على غزال الحمام. هذا غزال الحمام. ايه هون الحمام. هلا خلينا نعزل. هاي بواري شايف هاي بواري. هاي البواري الخضر هون الي هاي. ليش القصف؟ ليش عم يضرب على المدنيين؟ مدنيين مقرات عسكرية ما في هون، جيش حرهم ما في، ليش عم تضرب على المدنيين؟ كلها أطفال وكلها نساء، ليش عم تضرب على المدنيين؟ ليش؟ ليش بس بدي أفهم؟ ما عنا شيء، ما عنا شيء، كلياتنا مدنية هون، وبالذات حي الفردوس، برميلين ورا بعض؟ مشان إيش؟ في جيش حر؟ ما في جيش حر، لا، جيش حر هون عنا بالمنطقة ما في طاول، بالعكس من فترة طويلة ما في مقرات عسكرية هون. بس هذا هو ظلمه إنسان ظالم وشكينا الأمر لله بس. أبو محمود حي الفردوس طبوا علينا برميل اليوم الصبح، برميلين فوق بعض الساعة 11:30 الصبح، العالم بدها تروح على الجامع، هون ايش في عنا؟ روح انت مو زلمة اطلع عليهم على الجبهات، عتستحكم المدنيين الله لا يوفقك. ان شاء الله مثل ما عم تسايب هالمدنيين هيك بيجي مين سايب اهلك مرتك ولادك. العالم الله يكون بعونه، العالم ما عندها تاكل تشرب عم تجي بتدمرها، نحن عم نلقط العالم طلقه خبز لتاكل تشرب، الحمد لله رب العالمين عم يعطونا معونه وعايشين وكل شيء مبسوطين، تجي انت هون تضربنا بالبريميل، الله لا يوفقك، الله اكبر عليك، الله اكبر عليك. بالنسبة لحي الفردوس ما تم ولا مقر عسكري داخل الحي ولا مقر، من الإنشارة المقرات كلها توجهت على الجبهات، يعني القصف على المدنيين ما له أي مبرر. ما أخبرك؟